طبعا بعد المؤتمر الصحفي الخاص لكابتن حسام البدري، يعني برحب في الاستوديو بكابتن سميع عثمان حكم الدوري السابق. كلام كتير في هذا اللقاء، كلام كابتن حسام كمان اتكلم على جزئيه التحكيم، انا مش عايز اتكلم عليها كتير، ولكن طبعا الاعلام هو اللي يقدر يتكلم، واحنا من خلال تواجدنا هنا في قناه الاهلي ومعانا طبعا جزء كبير من الفقره التحكيميه ومعانا واحد من الحكام المميزين حكام دوليين السابقين كابتن سمير عثمان، لازم طبعا نتكلم على هذه الجزئيه. كابتن سمير برحب بحضرتك. كابتن اهلا وسهلا كابتن. نور كابتن. اهلا وسهلا. طيب خلينا نتكلم على المباراه بمجمل وبعد كده اكيد هنيجي للحاله اللي اتكلم عليها كابتن حسام البدر وهي حاله الهدف اللي تم الغائه عن طريق مروان محسن. تمام. هو النهارده احنا طبعا ما عندناش الحالات، فهنتكلم برضو باستفاضه عشان برضو المشاهد لسه متفرج على المباراه. تمام. ففاكر كل الحالات اللي فيها جدل. صحيح. النهارده حكم مباراه طاقم حكام سنغالي بقاده كوليبالي، هو مواليد 73 واخر موسم ليه. برضو انا عاوز برضو المشاهد هو بيسمع الكلام بتاعي يبقى فاهم برضو، اما يبقى اخر موسم بيلعبه وبعد كده هيبطل، يعني السنه دي اخر موسم بيتم 45. انا من وجهه نظري يا كابتن محمد احنا النهارده بنلعب في مباراه قمه بالنسبه لقاره افريقيا بين الاهلي والترجي من الفرق الكبيره. انا كان رايي يعني في مباراه زي دي المفروض كان يديرها احد الاطقم اللي رايحين كاس العالم. تمام. كوليبالي لعب مباراه حوالي 56 مباراه دوليه، كان في عليه برضو يعني جدال قبل المباراه كتير، اعتقد كان يفضل لو كان حكم غيره النهارده يقدم مباراه. النهارده المباراه كان حوالي 16 خطا كان في الشوط الاولاني وزيهم في الشوط الثاني، انما طبعا في بعض الاخطاء المؤثره من وجهه نظري انا اللي اعتقد انها اثرت النهارده على نتيجه المباراه. ليش دعوه بفاول بره ال 18 في نص الملعب او اتغلط في ركله مرمى ركله ركنيه، الحاجات دي بتبقى برده مؤثره بس مش ليها تاثير جامد. النهارده احنا عندنا في كورتين من وجهه نظري انا اثروا على نتيجه المباراه وممكن تاثر على شكل الجدول اللي هو الجروب اللي بيلعب فيه النادي الاهلي والترجي. الناس كلها بتتكلم على الهدف اللي جه في وتم الغائه باشاره من الحكم المساعد رقم 2. احنا لو نتذكر الكره دي كانت اتلعبت اوفر من ناحيه الشمال وبعد كده مروان محسن مكملها برجله احرز منها هدف، فوجئنا ان مساعد الحكم رقم 2 رفع الرايه بتاعته والحكم طبعا ما عندوش هنا اي قرار غير انه يسمع قرار مساعد الحكم في حاله الاوفسايد التسلل بالظبط، حتى التسلل يعني دي الحكم يخرج براها تماما، يعني ده قرار رئيسي من مساعد الحكم رقم 2. انا ما جيت اتفرجت على الكره دي يا كابتن ولو في صوره برضو الناس هتفتكر برضو فيها، اول حاجه احنا عشان نقدر نشوف التسلل ده من عدم وصح لازم نبص على ثلاث معايير مهمه جدا. اول معيار طبعا هل مساعد الحكم ده واقف موقفه سليم ولا لا. احنا لو نتذكر الكره دي هتلاقي في مساعد الحكم واقف خطوتين متاخر، طالما مساعد الحكم يا كابتن محمد واقف خطوتين متاخر يبقى هيشوف شكل تاني خالص، مش لا يمكن يشوف الكوره مع اخر تاني مدافع، هل استلمها، هل هو في موقف تسلل ولا لا. الكره دي طبعا مساعد الحكم رقم 2 واقف موقف خطا متاخر خطوتين. وبعد كده عاوزين نشرح حاجه في التسلل. الاتحاد الدولي كل فتره بيعمل تغييرات وتعديلات في ماده التسلل، تمام، اهم ماده في قانون كره القدم، تمام، اللي فيها بتيجي منها مشاكل كتيره جدا، ومن ضمنها الاتحاد الدولي طلب تقنيه الفيديو. يعني تقنيه الفيديو معموله لاربع حاجات زي ما حضرتك، هدف او لا هدف النهارده تاثرنا فيها، ضربه جزاء او لا ضربه جزاء النهارده برده في كوره، طرد او لا طرد او الطرد ايه المباشر. النهارده عندنا حالتين من الاتحاد الدولي بيطالب بيهم في استخدام تقنيه الفيديو النهارده كانت موجوده. اعتقد لو تقنيه الفيديو النهارده كانت موجوده اعتقد والله عمر كان في التغيير في نتيجه المباراه. طبعا انا بتكلم عن حته التسلل، احنا لما نشوف الكره دي ما اكيد تتلاقي نشرحها كابتن نشرحها. طب هتهنى كده وراك كابتن على الشاشه الكبيره كمان لو حابب تلف وتشرحها كابتن اتفضل. تمام. هي اول ما اتلعبت من ناحيه الشمال، بص يا كابتن هنا عندنا اللعيب بتاع النادي الاهلي هيرفع الكره اهي، تمام، لحظه لعب الكره احنا لازم نشوف بقى موقف اخر تاني مدافع اللي هو اللاعب بتاع نادي الترجي هو مغطي ولا لا، وعندنا اللعيب المهاجم بتاع النادي الاهلي، هنلاقي اللعيب بتاع المهاجم النادي الاهلي يا كابتن لو سابق بجسمه اخر تاني مدافع تبقى الكره دي تسلل، ما عدا في حاجه واحده يا كابتن الدراع والذراع. يعني الدراع هنا كابتن الدراع هو مسابق، يعني الدراع هو اللي مسابق. بس ليه الاتحاد الدولي يا كابتن محمد قال الدراع لا يعتبر جزء من الجسم؟ لان الدراع لا يمكن تسجيل هدف منه،
الدراع لا يمكن تسجيل هدف منه، انما لو بقيه الجسم هتلاقي جسم اللاعب بتاع الترجي مغطي بالكامل بالكامل جسم لعيب النادي الاهلي، ودي نقدر نشرحها. الرجل اليمين يا كابتن زي ما هي شايفه على الشاشه بتاعه اللعيب بتاع النادي الترجي اهي، الرجل اليمين اهي مغطيه الجسم بالخط المعمول الخط الوهمي، هتلاقي مغطيه كل جسم لعيب بتاع النادي الاهلي مروان محسن، ما عدا حاجه واحده الذراع، الذراع او اليد يا كابتن ما ينفعش تحرز منها ايه هدف. طبعا كده بص يا كابتن اهي رجل اللعيب بتاع الترجي مغطيه مغطيه اللعيب بتاع النادي الاهلي، يبقى جسم لعيب النادي الاهلي ما فيهوش اي نوع من انواع التسلل لحظه لعب الكره. الحاجه الوحيده المتقدمه هي الذراع او الايد التي لا يحتسب منها هدف، فطبعا الكره دي لو اتلعبت واحرز منها هدف يبقى الهدف سليم. يبقى ده القرار المفروض كان يتاخده. هو كمان انت في خط وهمي اهو كابتن محطوط، الخط الوهمي اهو، بص يا كابتن الخط الوهمي ما بينه وما بين يعني الخط اصفر اهو باين خط الغامق الاخضر بالظبط، ورجل اللعيب يا كابتن اليمين اهي انا معلم عليها شويه مش عارف هي باينه ولا لا للساده المشاهدين، الرجل اليمين دي مغطيه الجسم الكامل للاعيب النادي الاهلي ما عدا طبعا الذراع، احنا قلنا الذراع ده يطلع بره لان لا يحرز منه هدف. طبعا بسبب وجود مساعد الحكم واقف في الحته دي غلط، المفروض مساعد الحكم يقف مع الخط دي، ده هو مش واقف مع الخط ده، هو واقف ورا شويه كده يا كابتن في الشاشه، فبالتالي شاف صوره خطا، فبالتالي طبعا رفع الرايه، وطبعا كان قرار خطا من مساعد الحكم على اثره، الحكم طبعا اول ما شاف مساعد الحكم رفع الرايه فلازم طبعا يصفر فيها هدف صحيح. انا وجهه نظري طبعا هدف صحيح 100%. وهدف خلي بالك يعني ايه، هي الكره لو مساعد الحكم واقف صح هو مش هتبقى حاله سهله، مش هيشوف، انما هو مصعبها هيشوف حاجه تانية. هيشوف ان هو المفروض هو الحكم بوقفه لاعب التونسي او لاعب الترجي مش هيشوف مروان، مش هيشوف. انا كنت قاعد مع الناس في الاستوديو فوق، في زميل من الناس اللي فوق بصراحه قال لي في حاجه اسمها اكس او الزاويه بتاعه وضع الكاميرا. هو يمكن سمعنا دلوقتي الوضع الكاميرا عشان برضو مش محطوط بوضوح، هي مطلع لنا الصوره دي، هو نفس القصه لمساعد الحكم، مساعد الحكم شايف صوره تانية، صوره غلط مساعد الحكم عشان الوقفه غلط بالظبط، هو لو واقف زي وقفه الكاميرا هتبقى كان فيها القرار سليم. طيب. دي اول كره طبعا كره مؤثره جدا. هي الحدث بالنسبه لنا النهارده بالظبط انها مؤثره على نتيجه اللقاء يعني بشكل كبير، هي نتيجه اللقاء وبرضو انت بتلعب في مجموعه ففي فرقتين برضو تانيين صحيح، فبتبقى بتاثر حقيقة. وبعد كده في برضو انا بعض الاخطاء النهارده حسبها برضو حكم المباراه ما عندوش حته ايه يا كابتن محمد عاوز اقول لك التمييز بين الخطا واستمرار اللعب، يعني احنا النهارده في بعض القرارات احنا اتفرجنا عليها النهارده انت متوقع انها تبقى فيها خطا، انا بتكلم على الاهلي كابتن قوي بالظبط، خلي بالك انا برضو بتكلم على الاخطاء اللي ارتكبها النادي الاهلي مش هتكلم بس اللي ارتكبها النادي الترجي بس والحكم ما حسبهاش، انا بتكلم على الحاجتين، هتلاقي برضو في بعض الاعتراضات من مدرب الترجي وبرضو اعتراضات من كابتن حسام بدري مدرب النادي الاهلي، نفع في اخطاء انت شايفها بس هو عنده حته التمييز بين الخطا ولا خطا ما كانتش النهارده فيها نجاح في اتخاذ قراراته. النهارده في كور ممكن يبقى فيها انذار على لعيب النادي الاهلي وكذلك لعيبه الترجي بتلاقيه هو بيمشي اللعب، طبعا ده خطا منه. في كره ثانيه برضو يعني مش عارف هتبقى عندنا ولا لا، الكره بتاعت مروان محسن اللي هو دخل في وسط الاثنين المدافعين وبعد كده دخل جوه منطقه الجزاء وبعد كده الكاميرا كانت جايه من بعيد هتلاقي في احتكاك وبعد كده مروان وقع. الكره دي يا كابتن لو عندنا ونشوفها ليها قرارين ما لهمش ثالث، يا هتحسب ضربه جزاء يا هتحسب تحايل على مروان محسن. الكره دي اللي جت لو احنا عندنا هيبقى فيها يا تحايل تقريبا مروان قام سقف للحكم بالظبط بالظبط التسقيف الحكم هو فاكر الحكم خلي بالك التسقيف اصلا تسقيف الحكم ده برضو دي اهانه للحكم ده امتعاض من قرار الحكم ده بنص القانون لازم فيها انذار طبعا ده سوء سلوك انما مروان طبعا حاسس ان في اعاقه هو مش حاسس يعني احنا ما شفناها في الصوره يعني اتفرجنا عليها على كذا مره هتلاقي اللعيب بتاع النادي الترجي حاطط ايده في اعاقه في الكتف الشمال بتاع مروان وهتلاقي التيشيرت بتاعه اترفع شويه وبعد كده واقع دي القرار حاجه من حاجتين عشان الناس برضو تبقى وهي بتتفرج تبقى مقتنعه يا ركله جزاء ولصالح النادي الاهلي يا تمثيل وانذار على مروان محسن انما يستمر اللعب دي ما فيهاش استمرار اللعب
بس كده كابتن، مفيش حالات تانية. هو الخشونه طبعا على مدار كانت على الفريقين. في تقنيه الفيديو بقى اخيرا يا كابتن سريعا، تمام، تقنيه الفيديو بيطالب بيها كابتن صلاح حفيظ في كلامه وتصريحاته، ده وارده في المرحله الجايه القادمه بالنسبه للاتحاد الافريقي؟ طالما ان البطوله ابتدت لازم هتتنهي بشكل اللي هو ده. هو ليه هنا في عندك تكافؤ الفرص مش هيبقى موجود؟ في فرق كتيره جدا اتظلمت في الادوار الرمليه، حضرتك ما طبقتهاش ليه؟ انما تقنيه الفيديو كانت اعتقد لو النهارده موجوده خاصه في حالتين كانت هتغير نتيجه المباراه. كابتن سمير انا بشكرك، كابتن سمير نورت وشرفت، واكيد يعني نورتنا في جزئيه مهمه جدا وهو الهدف. هدف حضرتك من وجهه نظرك هو صحيح 100%. طبعا بشكرك كابتن سمير، شكرا جزيلا. يعني هارد لك للنادي الاهلي، خساره نقطتين في مشواره لدور الثمانيه ان شاء الله. يعني المجموعه ان شاء الله عندنا مباريات لسه، متوقع للنادي الاهلي مباريات هتبتدي ان شاء الله من يوم 15 امام كامبالا، ثم تاونشيب يوم 17 يوليو، وان شاء الله ايضا بعد كده هنرجع نلعب تاونشيب ايضا يوم 28 يوليو، ثم 17 اغسطس امام الترجي التونسي، واخر مباراه للنادي الاهلي يوم 28 اغسطس في هذه المجموعه امام كامبالا سيتي. طبعا تاونشيب بيتصدر المجموعه النهارده لانه فاز على كامبالا 1-0، ثم طبعا الترجي والاهلي بيشتركوا في المركز الثاني، ويمكن تاونشيب يعني كامبالا خلاص في المركز الاخير، وبتطلع بقى للمباراه القادمه. المباراه صعبه امام النادي الاهلي، لكن هارد لك النادي الاهلي ده ثالث تعادل لفريق الترجي منذ 2012، ثم 2000 العام الماضي، وده العام او المره الثالثه لان فريق الترجي بيتعادل على نفس الملعب برج العرب، ولتفائلوا يعني قبل كده لما الترجي تعادل مع فريق الاهلي على ملعب برج العرب الاهلي بياخد البطوله. ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله اللي هيسافر ان شاء الله يوم 9 ولعب مباراه اعتزال كابتن حسام غالي الكابتان، ثم السفر لكامبالا ان شاء الله ومباراه يوم 15. دائما الاهلي فوق جميع، ما تقلقوش، النادي الاهلي عنده مجموعه لعيبه مميزه جدا، لكن هي الظروف مش مساعده سواء بقى تحكيميه او حتى الاجهاد في نهايه الموسم. كنا معاكم من خلال استوديو او استوديو التحليل بالنسبه للنادي الاهلي وقناه الاهلي، ان شاء الله دائما في المقدمه كابتن حسام البدري بنقول لك بالتوفيق ليك ان شاء الله، ما تقلقش كلنا وراك، وان شاء الله كلعيبه لان هدفنا هو بطوله افريقيا.